الشعيبي للمجوهرات في كل بيت إماراتي، صنعنا فأبدعنا. هذا هو الشعار اللي كان عم ينذكر بمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بنسخته الـ 52، وطبعاً بمشاركة في جناح خاص بمساحة أكثر من 1200 متر وعرض أكثر من 60,000 قطعة من المجوهرات الفاخرة. بيشارك سالم الشعيبي للمجوهرات بمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات منذ انطلاقته قبل ربع قرن، وشهد المعرض على مدار هالسنوات تطوراً ونمواً مستمراً، وتهافت زوار المعرض لزيارة الجناح الخاص بهم لاختيار أجمل المجوهرات من التصاميم المتنوعة من الذهب التراثي والألماس، التصاميم العربية بلمسة عصرية. يعتبر سالم الشعيبي الوكيل الحصري لماركة أرزانو السويسرية المعروفة بتخصصها بالألماس والساعات، إلى جانب تعاونهم مع مصممة الإماراتية شماء الحلامي. وبذكر شمة الحلامي لابد من التنويه إلى أنها مصممة إماراتية طموحة تعاونت مع سالم الشعيبي للمجوهرات منذ تقريباً عامين، كرست فيها جهد كبير لدمج الثقافة الإماراتية مع الثقافات العالمية من خلال قطع مجوهرات مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط ومرصعة بالألماس ومختلف أنواع الأحجار الكريمة كالياقوت، الروبي، سفاير بمختلف ألوانها، واللي نتج عن هذا التعاون مجموعة متنوعة حملت كل منها اسم بدل على فكرة التصميم، مثل مجموعة ديزرت بلوسوم المستوحى من زهرة تنبت في اليابان، تصميم بروكاي المستوحى من فرنسا إلى ألاسكا والصحراء الإماراتية. وتبقى الرحلة مستمرة ما دامت دولة الإمارات تسعى لتكون صلة وصل مع جميع بلدان العالم. صنعنا فأبدعنا. سالم الشعيبي للمجوهرات في كل بيت إماراتي. هنالك زيارة خاصة لعدد من المشاهير والمؤثرين العرب لجناح سالم الشعيبي للمجوهرات، وأعربوا عن إعجابهم الشديد بجمال وحرفية القطع المقدمة التي تناسب كافة الأذواق ومختلف الفئات العمرية والاجتماعية. خلينا نشوف سوا شو حكوا عن زيارتهم لسالم الشعيبي للمجوهرات. ونورتونا اليوم في سالم الشعيبي. أنا والله يعني على حسب المود، على حسب اللبس وعلى حسب المناسبة أكيد، بس أعشق القطع اللي تكون ناعمة easy to wear، غرامي الذهب طبعا أكثر من الألماس يمكن، ولكن يعني المودرن تويست اوف ذهب، عرفتي؟ فعلشان كذي يمكن هذا من الاشياء اللي حبتها كثير في سالم الشعيبي اليوم، انه خرج برا الاطار التقليدي بالذهب التراثي وقدم الوان مثل الروز جولد، الاحجار الملونه مثل ما انا لابسه اليوم. فيس احب التجديد دائما. شو اللي بيميز سالم الشعيبي للمجوهرات؟ انه اذا لبستي قطعه من سالم الشعيبي مستحيل تتقبلين نفسك بقطعه ثانيه من تصميم ثاني. يعني نظافه الشغل، جوده الذهب والماتيريال نفسه، الراحه باللبس هذا جدا مهم، والتجديد بالتصاميم. يعني البعض خلاص التزم مثلا بتقديم مجوهرات تراثيه، بس في سالم الشعيبي اذا بغيتي الذهب الاصفر بقصات كلاسيك راح تلاقينها، اذا حبيتي شويه فاشن ومودرن شمة الحلامي سوت معهم كولابوريشن من اجمل ما يمكن. انا اشوف نفسي شخصيا بهذا الشيء، يعني في قطع ما تخيلت بحياتي اني البس مريه انا مثلا ترى بهالحجم، لكن الروز جولد مع دخلة الألوان وجمال التفاصيل ونظافة الشغل لقيت نفسي. يعني هذه شيء يناسب كل ذوق ويناسب كل عمر، وشيء حلو شيء جميل. يعني حتى لو مثلا من غير المرية، هذا التوب، هذا الجزء الشوكر مع التراتشي أنا ممكن ألبسهم على تيشيرت وجينز، عرفتي؟ فأنا أحب الجولري اللي أقدر أستفيد منها وألبسها بأكثر من طريقة. سالم الشعيبي سوى هذا الشيء. أول سؤال بدي أسألك يا عن تواجدك بمعرض الساعات والمجوهرات وخاصة بجناح سالم الشعيبي. شوفي، أولا خاصة في جناح سالم الشعيبي أنا جاي بدعوة من أبو حمدان. ثانيا إكسبو شارجة والمعرض هذا اللي تشوفينه
هذا في معلومة كثير من الناس يجهلونها، الإكسبو الشارجة هذا عمره أكثر عن 40 سنة. الأول يتنقل من إلى أن أصبح ملتقى الأنظار. حاليا إكسبو الشارجة الناس كلها تعنيله. في البلدان الثانية الإكسبو له فترة معينة، في الشارجة دائم، الناس تي تسوي مناسباتها، لكن إكسبو قائم على مدار السنة 12 شهر دوما موجود. الأماكن اللي من غير يكون إكسبو فيها فترة معينة، بس الناس تنسى اسم إكسبو لين تقام مناسبة تحت اسم إكسبو. شو سر حبك لسالم الشعيبي للمجوهرات؟ نعرف كتير في مجوهرات شعبية سواء بالإمارات أو بالخليج بشكل عام، شو هو سر حبك ودعمك الدائم لسالم الشعيبي للمجوهرات؟ شوفي، أولا لازم في معلومة تعرفينها، أن سالم الشعيبي من أوائل الصاغة في دولة الإمارات ككل، وبتحديدا في أبوظبي، هو اللي قام بالتطوير والترتيب ووضع اللمسات الجمالية، ومن إلى حافظ على الإرث القديم وجمع الصياغة، مش اللي في الإمارات، الصياغة اللي في دول مجلس التعاون كلها، بل وصل إلى العالمية، وحاليا هذا كله موجود تحت براند سالم الشعيبي. فلذلك هو متميز من الأساس، من الأساس يطور نفسه بطريقة يومية وبطريقة ملحوظة إلى أن وصل إلى العالمية. يستاهل أبو حمدان، ريال تعب على نفسه وصرف في إعلان وفي ديكور وفي أنواع الأحجار، في نوع الذهب، في طريقة صياغة المجوهرات، ياب أحسن الصاغة في العالم، وفهمهم شو صاغة ودقة الصياغة الإماراتية، فتختلف من مكان إلى آخر. سؤالي، شو هي المجوهرات المفضلة لك؟ يعني لما بدك تهدي حدا تقصد سالم الشعيبي للمجوهرات. في عنا طبعا أقسام مختلفة، هل هو الألماس، هل هو الذهب الأصلي الأصفر اللي هو 21 إيراد. أنا بقول لك بوفر عليك الكلام هذا كله، اللي بيع عند سالم الشعيبي إن كان من هواة السوليتيرات بيلقى أجودهن، هواة العقود الكبيرة بيلقط أكثرهن، بيلقى العقود الفريدة من نوعها، الفريدة مش الثمينة، الفريدة، في فرق بين الفريد والثمين، يوجد عند سالم الثمين ويوجد عنده الفريد، هذا كله موجود عند سالم، ويوجد عندهم الذهب القديم ويوجد عندهم الذهب الحديث بجميع أنواعه وجميع أوزانه، فلذلك يرضي جميع شرائح المجتمع. فلذلك يعني اللي بيوصل عند سالم الشعيبي ما يحتاج يصير مكان ثاني، يجد ضالته. من يوم عرستنا من 40 سنة لين اليوم، كل صيغتنا وصيغة أهلنا وبناتنا وحريمنا وأمهاتنا وكل عائلتنا، ما بلا أنا، كل بيت إماراتي، كل بيت إماراتي توجد فيه أكثر عن قطعة من المجوهرات سالم الشعيبي. الله يولي. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا. بهذه الدورة يثبت معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات مكانته ويرسخها على الساحتين المحلية والإقليمية بجدارة، ويثبت سالم الشعيبي للمجوهرات بأنه مع أكثر من 50 سنة في هذا المجال أصبح يعتبر جزء من الثقافة الإماراتية، وذلك بتصميم أجمل المجوهرات التي تكاد موجودة بكل بيت إماراتي. سالم الشعيبي للمجوهرات، صنعوا فأبدعوا.